سؤال هام، شكرا على هذا السؤال. سلوك التلميذ داخل المدرسة يتأرجح بين الحيوية الطبيعية والحركية الضرورية للتلميذ من جهة، وما بين واجب الانضباط السلوكي، وهذا الانضباط السلوكي ماشي فقط لتهدئة الحياة المدرسية وتجنب الفوضى، ولكن كذلك لإكساب التلميذ ضوابط ذاتية. وهذا الإكساب الضوابط الذاتية ضرورة تربوية غادي تنفعوا مدرسيا في التعلم بصفة فعالة، وغتنفعوا كذلك اجتماعيا في حسن التعامل مع صعوبة العلاقات مع الناس ومع المحيط الأسري. إذن كثيرا ما نظن أن الانضباط في المدرسة هي باش يكون الأمور ساكنة، ولكن نرى تعليم الانضباط للتلميذ هو في حد ذاته تربية. أما أفضل طريقة للحصول على الانضباط في القسم وعلى الانضباط حتى في الساحة، هي من جهة الإشغال المتواصل للتلاميذ، خصك تشغلهم إما فرديا أو جماعيا. باش غادي تشغلهم؟ بأنشطة مدرسية لما كيكونوا في القسم، بأنشطة ترفيهية، بأنشطة خدماتية، يقدموا خدمات للمجتمع المصغر اللي هما فيه، وذلك لطرد وإبعاد فرص الشغب والفوضى. إذا خليتي الفراغ كتحل محله الفوضى وعدم الانتباه. ومن جهة أخرى يجب على الأساتذة والمربين أن يخصصوا جلسات وحصص للتباحث مع التلاميذ حول فوائد الانضباط وحول وسائل الانضباط، لأنه هي في حد ذاتها كما سبق مهارة يجب اكتسابها. ومن جهة أخرى المدرسة ما كتكتفيش فقط بالتربية وبالتحسيس، خصها توضع أنظمة داخلية وتقيد بها بشكل صارم ولكن بعناية وصبر وتحمل. ما يكونش خطر الأساتذة وخطر الحراس العامين ضيق، ويعرفوا بأن الطفل خصو مساحة فاش يتنفس. ففي نفس الآن هذا هو مبدأ، يعني اليد من حديد في قفاز من ناعم، في نفس الآن يخلي مساحة للطفل باش يكون شخصيته باش ينباثق، وفي نفس الآن ماشي يضغط عليه، لا يعلمه ويربيه على الانضباط، لأن المدرسة هي محل للتعايش وتعلم كيف يتم هذا التعايش، كما هي فضاء التعلم كذلك. اليوم كاين ما يسمى بالانضباط الإيجابي، لا ديسيبلين بوزيتيف، وهذا لا ديسيبلين بوزيتيف كتوظف أساليب ذكية للتعامل مع التلاميذ كلا حسب سنه وكلا حسب عقليته وطبيعته، وخاصة مع إشراك الآباء في هذه العملية ديال الضبط والانضباط والتنسيق المستمر معهم. هناك حتى واحد يعني تيار جديد ديال الوالدية الإيجابية، كيف يصبح الأبوان والدين إيجابيان، وهذه كتناغم مع جهود المدرسة في جعل الانضباط سلوك تربوي ويعني علامة تميز المدرسة الفعالة عن غيرها.